بالنسبة لك مولود برج الأسد، الأسبوع الذي يبدأ من 2/5 نوفمبر تشرين الثاني وبينتهي الأحد 11 نوفمبر تشرين الثاني، هنالك نوع من أمرين جيدين بالنسبة لك، حدثين جيدين بالنسبة لك. الأول هو وصول أو عودة كوكب أورانيوس لبرج الحمل اللي هو صديق لك، وذلك يوم الثلاثاء 6 نوفمبر تشرين الثاني. والحدث الآخر الممتاز هو وصول كوكب المشتري لبرج القوس، في حدث صار حدث من 12 سنة لورا، يعني من 12 سنة. هالكوكبين أورانيوس وجوبيتر المشتري بيحملوا لك تأثيرات كتير حلوة ابتداء من هيدا الأسبوع، مش للكل تحديدا. رح بتكون مثل ما رح تلاحظ هلا، رح بتكون مواليد اول برج الاسد وكذلك اخر مواليد برج الاسد. كيف رح بيكون هيدا الاسبوع؟ التنين القمر موجود ببرج الميزان. وجود القمر ببرج الميزان بحرك عندك جميع المعاملات، المسائل اللي انت ناطر عم تشتغل عليها، المسائل اللي حابب تشتغل عليها، يلي بعض الاشخاص حابين يشتغلوا عليها. عندك قدرة على استيعاب الأمور، امتحاناتك بتمشي بطريقة أجمل من رائعة، مفاوضات، مباحثات، سرعة خاطر عندك إياها بتميزك عن الآخرين، وبتكون شخص من أجمل الأشخاص وأقوى الأبراج وأكثرها ذكاء أو ماهر جدا مولود برج الأسد في التعاطي مع الآخرين. إذا بدك تنقي بهيدا الفترة نوع من تاريخ لتروح على امتحان، فيك تختار الاثنين 5 نوفمبر. الثلاثة 6 نوفمبر القمر موجود ببرج الميزان حتى الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت، بينتقل من بعدها لبرج العقرب، هيدا نهار مقسوم لقسمين، النصف الأول منه حتى الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت، بيسهل أمورك، بخليك تكون شخص قادر تحكي، قادر تعبر عن رأيك، قادر انك تستوعب الامور، وقادر انه فعلا انك تتخطى الكثير من المسائل بذكاء. ابتداء من الساعة 3 بعد الظهر مولود برج الاسد نوعا ما منغلق على نفسه، ونوعا ما طالع باله يحكي مع حدا، ونوعا ما حابب انه يبعد بقدر المستطاع عن الاجواء الصاخبة. وبتتحضر مواليد برج الاسد لجو من الانغلاق على الذات بسبب تأثيرات النيو مون يلي بتسيطر عند مواليد برج الأسد الأربعاء والخميس. تحت تأثيرات النيو مون برج العقرب، مولود برج الأسد ببلش يفكر بذاته، بحاله، بحاضره، بمستقبله، في حنين كتير للماضي، في حنين كتير للعائلة، في حنين كتير لأصوله، لجذوره، في مزاجية أيضاً. بعض مواليد برج الأسد بيستلقوا هالمناسبة وبيستغلوها ليحسنوا ويقووا ركائزهم الحالية الشخصية، مثل بيرتبطوا، بيتجوزوا، بياخدوا قرارات تتوضح الأمور عندهم، بياخدوا خلاصة وبياخدوا عبر. البعض معقول يسافر، البعض معقول يتركز يتأسس، البعض بيكون نوعا ما مزاجي، مزعوج، متضايق، وبيخلق مشاكل من حوله. إذا حابب تتركز، إذا حابب تحط حجر أساس بحياتك الشخصية، هيدا القمر الجديد هو الوقت المناسب لذلك. الجمعة والسبت وتحت تأثير القمر ببرج القوس، بعتبر هاليومين من أجمل أيام الأسبوع وأكثرها حظاً. صحيح عطلة أسبوع، لكن عطلة أسبوع رح بتكون مميزة، بتحمل لمولود برج الأسد الحظوظ على أنواع على مد عينك والنظر. الأجواء أحسن من رائعة، الأجواء بتحمل نوع من خبر كتير مهم، كتير كبير انت ناطره، بيقلب الامور 180 درجة لصالحك. اما بالنسبة للاحد 11 نوفمبر تشرين الثاني، فبقول له لمولود برج الاسد هو يوم شغل كتير، مع احتمال يكون في تعب، يكون في مساعي عائلية، او عم تشتغل من بيتك لانك تعبان، او بتفضل تبقى بالبيت، او يمكن تكون مريض مثلا، او لان عندك شغل كتير وحابب انه ما تروح على المكتب او على الشغل، لكن تقعد انت من بيتك تقعد تشتغل. بجميع الاحوال بعتبره اسبوع مهم جدا لمولود برج الاسد، وبيحمل لك الكثير من المبادرات الحلوة
تجاهك. الأكثر حظاً مثل ما رح تشوفوا بسبب تأثيرات أورانوس والمشتري هي مواليد 23 24 تموز يوليو، يعني أول مواليد برج الأسد، وآخرة يلي هي مواليد 21 و22 آب أغسطس.